الآن بدنا نكمل الدرس الثاني اللي هو إضافة هاردوير للأجهزة الوهمية. في عندي جهاز وهمي موجود، هيو بدي أعمل له أول حاجة باور أوف دوت في، باور أوف طفيته. في عندي هان إديتابل فيرتشوال ماشين سيتنج، بدي اضيف مثلا هارد جديده، بضغط اد وبختار هارد. طبعا اي عنصر من العناصر الموجوده يو اس بي، ساوند كارد، نتورك كارد ممكن اضيفها، مجرد من اختارها واعمل نيكست. الان بيقول لي كرييت نيو فيرتشوال ديسك او وهمي، قرص وهمي، نيكست. طبعا نوعه اي دي اي، نيكست. حجمه 40، انا ممكن ازيد زي ما بدي 40 جيجا، نيكست، فينيش. اوكي بشغل الجهاز الوهمي، باور اون، نظام التشغيل معه حتكون من مانج، طبعا لازم اعدي باكونت ادمنستريتور. اي تعديل بدي اعدله لازم اكون من خلال، لازم يكون من خلال حساب مدير او ادمنستريتور. الان احنا عارفين انه المفترض يكون في عندنا قرص جديد، هان في عندنا سي وعندنا اي. القرص الجديد ما ظهرش، عشان يظهر بدي اروح على مانج او اداره، وفي عندي ديسك مانجمنت من خلالها الان على طول اتعرف على القرص، لان انا ضفت قرص جديد اتعرف عليه الويندوز. نيكست، نيكست، اختار صح على الديسك 1، نيكست، فينيش. الان عندي هذا موجود من الاساس وهذا موجود الثالث، هذا اللي انا ضفته جديد، والعلامه السوداء هذه معناته القرص مش معمول له فورمات او مش مقسم حتى، لسه زي كاني شاريه جديد من الماركت، لسه بده تقسيم وبده فرمته. بدي افرمت جزء منه، باليمين نيو فوليوم، نيكست، من نوع سيمبل، نيكست. حجمه زي ما حكينا 41 جيجا، ممكن اقللهم بحيث اني ما اقسمش اخذ منه جزء، اخذ جزء من ال 41 جيجا، ممكن اعملهم 10 جيجا يعني 10,000، تمام. وبضل عندي 30 جيجا بيضلوا بعد هيك ممكن اقسمهم. نيكست، حيكون اسمه اف. نيكست، بدي اعمل له فورمات بحيث انه ياخذ ملف نظام فات انتي اف اس. لو بدي اسميه ممكن اسميه نيو مثلا، بيرفورم كويك فورمات وانيبل فايل كومبريشن، او اعمل فعل ضغط الملفات من خلال القرص هذا. نيكست، فينيش. زي ما احنا شايفين هيو عمل فورمات، بيعمل فورماتنج، جهز. الان حيظهر عندي باسم اف. لو جيت اعمل اكسبلور هاي كان عندي 2 والثالث هيو موجود، ولاحظ انه عليه اشاره زرقاء بمعنى انه الملفات ممكن تنضغط داخل القرص هذا. بيكت شفنا كيف بنضيف قرص صلب جديد للجهاز الوهمي. خلينا نشوف كيف ممكن اضيف كارت شبكة.
لأنه راح نحتاجه قدام. برضه نفس العملية، بطفي الجهاز الوهمي باور اوف، بعدين بروح بضيف الهاردوير ايديت فيرتشوال ماشين، وبختار مثلا كرت شبكة. انا عندي كرت شبكة واحد، بدي اضيف كمان واحد، اد نتورك ادابتر نيكست، ممكن اختاره نات او بريدج زي ما انا بدي، فينيش. زي ما انتم شايفين هي عندي الاساسي وهي الكارت الثاني. اوكي برجع بشغل. وده اتاكد الكارت انضاف ولا لا. نيجي نتأكد كم كرت شبكة موجود. My network place properties هاي قال لي found a new hardware اللي هو الإيثرنت كنترولر. هاي لسه بيتعرف عليه الويندوز، لسه ما ظهرش. هاي الكرت القديم، والآن حيظهر لنا كمان واحد اللي احنا ضفناه بس بعد ما ينتهي من تعريفه النظام. هاي شايفين هاي الكرت اللي انا ضفته، فصار عندي كرتين على الجهاز. بهيك بنكون انهينا الدرس.